فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: أنا مقيم بفرنسا، وفي هذه الأيام يدخل وقت المغرب في الساعة 10 ليلا ووقت العشاء بعد منتصف الليل، والفجر يكون في 3 صباحا أي بعد العشاء ب3 ساعات. في معظم الوقت أنام قبل دخول وقت العشاء، فهل يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم طوال الأيام؟ لا يجوز لك ذلك الجمع، إنما هو للمسافر أو للمريض الذي يحتاج إلى ذلك، وإلا كل صلاة تصلى في وقتها. ودع عنك الكسل والخمول والاستسلام للراحة، حافظ على دينك وعلى صلاتك، والذين هم على صلواتهم يحافظون. حافظ على دينك، ولا سيما الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة. نعم.